وزارة الخارجية الصينية إلى يعني فدعت بايدن إلى عدم إساءة تقدير أو تقليل من تصميم بكين الراسخة على حماية سيادتها وشؤونها، فإن موضوع السيادة سيادة الدولة يعني موضوع لا يمكن التشاور فيه. طيب ولكن هل بكين سيدة وانغ هي مستعدة لتداعيات هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة، تداعيات هذه المناورات التي قامت بها بكين؟ نعم، يعني فإن حكومة الصينية لها عزمة قوية أيضا في الدفاع عن سيادتها. إذا كان يعني نشعر بأي تهديد من الجانب الآخر فهذا من حقنا، وهذا من حق الشعب الصيني أيضا. طيب. ويعني نعتقد أن تصريحات بايدن أرسلت إشارات خاطئة إلى القوى التي تشجع الانفصال في جزيرة تايوان، وأيضا هذا يدمر عهد الحكومة الأمريكية السابقة في الحفاظ على مبدأ الصين الواحدة. طيب ولكن بعد هذه المناورات التي أعلنت عنها بكين، هل هناك رغبة لدى الصين بالفعل بأن تجتاح تايوان؟ يعني تايوان منذ بداية إلى نهاية هي جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، فقد كثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان. يعني هذا موقف الصين الدائم لن يتغير. شكرا جزيلا لك الكاتبة الصحفية فيحاء وانغ، كنت معنا من بكين.